endroit, d'accord, où il y a la nidation, ce qu'on appelle la nidation, ولقد خلقنا الإنسان من ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة هذه اللي وتتهمنا علاقة بس في الفتر في الباغود لترس تقولنا بصلاة السلام ترسل 42 يوم تيجي ملك وتيدخل وتيقيد في قلب هذاك النوبغيون تيقيد ثلاثة المسائل تيقيد الأجل بحال باش يعيش تيقيد الرزق وهذا قيد أشقي أم سعيد واش من أهل النار أو من أهل الجنة طوية الصحف سينوضوا الناس وكا كنتي تتعرف ما تسدي هنايا تيبقى السؤال ما تنعرفوش شنو مخيد لي كان عارف خيد ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعملن احد منكم بعمل اهل الجنه حتى الى اخره تيجيو الشباب تيقول لك بما ان مكتوب علينا علاش انا تصدع يا سيدي لكن مكتوب عليا عارف واش في جنود لا لا ماشي اللي عارف الله سبحانه وتعالى تيقول لك انا مكتوب عليا اما من اهل الجنه او اهل النار انا متفق معك الا كنت عارف شنو مكتوب عليك متفق معك ولكن ما عارفش شنو هو اللي جعل الله تعالى يكتب والمسائل مازال ما جات هذا هو السؤال سنعطي جوج الامثله المثال الاول هو نفرضوا انك ولا انك استاذه في واحد المدرسه وعندك 30 تلميذ صغيرين ومن نهار 1 سبتمبر تي معاهم تتقريهم قري ما تقري دازت 9 شهور جا المفتش قال لك لا واش دراسك نهار اثنين غندوزو الامتحان كلهم ادخل له اودي اسيد المفتش بعد هذوك الثلاثه اللي جالسين تما ايوا كاين اللي دوز له هذوك ساقطين 100% اما دوك الربعه اللي جالسين تما راه 20 على 20 غادي يجيبوا في الماط ويجيبوا على الاقل 18 في الفرنساويه حكمتي عليهم مازال ما داش الامتحان كان المفتش يمكن اللي يقول لك واذا ما ندوزو لهم شي الامتحان ياك ما ندوزوش ما غادي يكونش العدل الاخرين ما غادي يعجبوش الحال علاش ما غادوزوش اسيدي الامتحان يدوز هو الامتحان تيدوزو الامتحان وداك الشيء اللي قلتي هو اللي كان هذوك الثلاثه سقطوا شنو اللي جعلك انت تقول الحاجه قبل ما تكون هو انك عالمه بالتلاميذ ديالكم عارفاهم مع تمام وبالنسبه لله سبحانه وتعالى اللي خلقنا حافظنا ما تيعرف كل واحد فينا كيف غادي يكون يواجه جميع المواقف اللي قبلته تعرف ان هذا غادي يتقي الله هذا وانه جا كتب كتابة علم وماشي كتابة سيطرة غير العلم ديالو كما فسرت بلي كنا في السعودية بحال انا اللي مشيت لامريكا لاتين مشيت للبيرو كاين واحد الماتش الكرة هزيت الكاميرا صورت الفيلم كله صورت الماتش اللي طاح في الماتش صورته واللي صفر عليه الاربيت وكذا وجبت ديك الكاسيطة ما قلت لحد وجمعتهم ها يا سيدي عرفتي اش عندي هنا عندي الماتش ديال بيرو مع غواتيمالا انا غادي وي شتي ولا لا مازال وانا عارف شحال العدد اللي غادي يكون بحال باش يخرجوا وعارف هذاك خرجوه عطاوه كارتروج وهذا شنو اللي جعلني لان شتو عباد الله سبحانه وتعالى بالنسبه لله تعالى وما دخلناش في التفاصيل مع اينشتاين الله تعالى ما عنده لا باسي لا فيتور لا بريزون وتا اينشتاين تيقول لك ما كاين لا فيتور لا بريزون لا باسي الوقت هو الوقت الله تعالى ما عندوش تصريف والشهيد يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا سيق الذين هذا الماضي احنا مازال ما وصلنا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة تيهضر في الماضي والفيتشر مازال ما جا لأن الله تعالى ما عندوش نفطر إذا كتب عليك اش غادي يكون عرف إلى ديجا ديغولي الفيلم عرف كيفاش تعيش في الدنيا وفين غتمشي وشو غادي يدي هو الفيلم كله قبلته ولكن ما سيطرش عليك خلاك حرة حر ومديك عرف كيف غادي كتبها وقال لا مبدل لكلمات الله هذا هو القضاء والقدر.
كاين شي حاجه اللي كثر ملي كنسالو الله اللطف القدر il prend en compte le fait que غادي تخلق وغادي تطلب وتقول له يا ربي نجيني من النهار الثاني غادي نبدلها في الوقت اللي غادي يكتب عليك لا حاجه اخرى سي ديجا وغادي تدعو تقول له اللهم نسالك فيما وكانت الحجره غادي تطيح وبعدها الله سبحانه انك عارفك ان النهار الفلاني غادي تدعي وخدا بعين الاعتبار الدعاء وسجلو كتبها في القران اجوا فرعون يعرضوا تعرض للعذاب دابا القران مذكوره النار يعرضون عليها غدوا وعشيه ويوم هادشي فينا وقت هادشي واش دابا ولا دابا دابا يوميا الله يحضر السلامه الا جات استدعاء من الكوميساريه تجي تتقفقف هذا هو قبات الكوميساريه مازال ما دخلهاش هي تيشوف غادي يدخلوه عند الكبير تيقفقف من دابا النار يعرضون عليها غدوا وعشيه ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب علاش الله كيقول ادعوا استجب لكم سي ديجا كون بادعي بوركو سا سيغ كوا دو دعي باش تعرفوا الله تعالى إل فو كون مانتيان لو ويفي معاه اوكي الا ما خديتيش الويفي الله تعالى إل فو كون سو كونتاكت افيك لوي 24 سور 24 خصك ما تنساش الله وباش ما تنساش حتى في العاده ديالنا تجي تشرب بسم الله تجي تاكل بسم الله تجي تمشي بسم الله ساليتي تقول الحمد لله الحمد لله على لطف الله دائما تذكر الله بعد بالمسائل اللي ولات ماشينال اما خصك كل الوقت تعرف ان داك التنفس اللي تتنفس تتنفس 16 مره في الدقيقه 16 فوا باغ مينوت تطلع نفسها بطا عمرك وقفتي دغيا دغيا تقول كيفاش يا ربي تتنفس واش تدخل